حد مثبتك بالمسدس وفي مسافة بينك وبينه بالشكل ده ومنتصف الصدر كده بالشكل ده، كل اللي انت هتعمله اللي انت هتجريه عشان تشوف هو عايز منك ايه. هو دلوقتي مثبتك عشان يسرق منك حاجة معينة، اذا كان فلوس او مفاتيح عربية، تليفون، مهما كانت الحاجة اللي هو جاي يسرقها. هتحاول ان انت ايه تكسب وقت، الوقت اللي انت هتديله الحاجة اللي هو عايزها بتنفذ الحركة اللي انت اخترتها او اخترت انك تنفذها في الموقف ده. بتختار الحركة بناء بقى على ايه؟ على الموقف اللي انت بتتعرض له وعلى طبيعة المهاجم، اذا كان طويل ضخم قصير. بتختار الحركة من بين الحركات اللي انت اتعلمتها. انا دلوقتي هنفذ معاكم حركة معينة انا اخترتها عشان ايه انفذها في موقف زي ده. اول ما بثبتك بالشكل ده، هنفترض مثلا لو عايز منك التليفون، الوقت اللي انت هتديله فيه التليفون اهو بتبدأ تنفذ الحركة اللي انت اخترتها. ايدك الاتنين بيطلعوا ياخدوا ايده للخارج بالشكل ده عشان يكون المسدس بعيد عنك كده اهو، وانت بتاخد خطوة لورا، وانت بتاخد خطوة لورا عشان تدي لك عزم، وانت بتسحب السحبة دي بتغير اتجاه المسدس بالشكل ده اهو. اول ما بتغير او اول ما بتضغط الضغطة دي على علشان تحل الأعصاب بتاعت إيده، بتاخد الخطوة لورا أهو وبتبدأ تاخد الحركة ديت بأقصى قوة وأقصى سرعة عندك عشان تحل من القبضة بتاعت إيده أهو. ما أنت أول حاجة بتعملها اللي أنت بتجريه بتديله الحاجة اللي هو جاي ياخدها أهو، في نفس الوقت بتبدأ تنفذ الحركة اللي أنت اخترتها. ولازم تختار الحركة في جزء من الثانية وتنفذها في جزء من الثانية عشان إيه؟ تتلاشى عن اي فشل. اول ما بيثبتك اهو تديله الحاجه اللي هو عايزها، في نفس الوقت ايدك الاثنين بيتحركوا، الايد الشمال من هنا اهو والايد اليمين من عند القبض بتاعته، الاثنين اهو بتاخدهم لبره اهو علشان الامام، بس لو طلقه طلعت ولا حاجه تكون بعيده عنك. نفس المسكه اللي انت ماسكها دي بتاخد خطوه لورا وانت بتلف في نفس الوقت اللي انت ترجع فيه، نفس الوقت اللي انت بتتحرك فيه بتغير اتجاه المسدس الشكل ده. الضغطة بتاعتك دي بتضغط على الأعصاب بتاعت الكف بتاعه، انت بتضغط على أعصابه، فبتبدأ انت تسحب السحبة دي بأقصى قوة وأقصى سرعة عندك. المسدس هيحل من ايده لو هو ربطه في ايده. أول ما بتوصل للمرحلة دي أو أول ما بتاخد مسدس تخلي ايدك بعيد عنه، ممكن تضربه ضربة تحت الحزام منه. لازم تخطف الحركة بأقصى سرعة عندك. ديك الاتنين أول حاجة بيعملوها، أنت متسحبش المسدس، متسحبش المسدس عليك. أول حاجة بتعملها إن أنت بتطلع لبره عشان إيه الأمان بتاع المسدس. أول حاجة بتطلع لبره عشان لو مسدس ضرب طلقة وأنت بتسحبه تكون بعيد عنك. أنت بتسحب المسدس لبره الأول وتاخد خطوة لورا وأنت بتغير اتجاه المسدس. انت ما ينفعش تسحب المسدس وهو في اتجاهه عليك كده زي ما هو، لان هو صبعه على الزناد، لو انت جيت سحبته كده الطلقه هتطلع فيك انت. انت اول حاجه بتعملها ان انت بتاخد ايده لبره وبتبدا تغير اتجاه المسدس كده وانت بترجع الخطوه لورا، وبعد كده اخر حاجه اللي انت بتسحب السحبه دي باقصى قوه عندك اهو. ناخدها من الاتجاه التاني برضه نشوفها كده معاك. اول حاجه بتعملها اللي انت ايه ناخد ايده المرة شوية دول عشان تكون بعيد عنك. ايد اليمين هنا على القبضة بتاعته، على القبضة اللي ماسكة المسدس، قبضة المهاجم، واليد الشمال ماسكة الأجزاء بتاعة المسدس. بتبدأ تغير اتجاه المسدس وانت بتاخد خطوة لورا في نفس التوقيت اللي بترجع فيه ورا، بتغير اتجاه المسدس بالشكل ده وبتسحب السحبة دي بقى بأقصى قوة عندك اهو. ممكن تاخد ضربة تحت الحزام برجلك هنا اهو، او تاخد رقبته كده في الشكل ده وتضرب بالمقبض بتاع المسدس هنا. تخطف الحركة في لحظة في جزء من الثانية.